هل مارسيل كولر هيسمح بصفقات السد الخانه اللي هتكون من الدوري المصري تغلب على فريق النادي الاهلي؟ هل ينتقل رباعي الدوري المصري المتالق السيزون ده للنادي الاهلي او الزمالك؟ هل حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك هيقدر يفك قيد المارد الابيض قبل مواجهه كاس السوبر مع الاهلي؟ متابعي ومشاهدي وقت اخبار اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. معكم محمد وائل واولى حلقات برنامج اوف سايد. ان شاء الله يكون معنا كواليس واخبار حصريه وانفرادات تخص الكره المصريه سواء اهلي او زمالك ومنتخب مصر وايضا الكره العالميه. خلينا نبتدي اولى الحلقات، وعنوان الحلقة هيكون أربع صفقات بيتخانق عليها النادي الأهلي ونادي الزمالك محليا لتدعيم الصفوف قبل مباراة السوبر الأفريقي طبعا اللي هتتلعب في شهر 9 في السعودية. خلينا نستعرض معاكم أول صفقة وأول لاعب عليه كلام كتير ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وهو عبد الرحمن البنوبي. عبد الرحمن البنوبي لاعب نادي زد، يعني لفت الأنظار بشكل كبير جدا في الموسم الحالي سواء في الدوري أو في الكاس او في الرابطة. اللاعب اثار اهتمام عدد كبير جدا من اندية مصر وخارج مصر، ولكن قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في صراع على ضم اللاعب. نادي الاهلي اتكلم رسميا ونادي الزمالك ايضا تحرك رسميا، ولكن الفرق بين العرضين ان نادي الاهلي اتكلم في فلوس كاش ونادي الزمالك اتكلم في صفقات تبادلية. مين اللي محتاج اللاعب اكتر؟ يعني النادي الاهلي محتاج اللاعب اكتر، لانه في بيرسي تاو ممكن يخرج، ما فيش الا حسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، ثلاث لعيبه اجنحه فقط في الوينجر. فالنادي الاهلي محتاج اللاعب. نادي الزمالك ايضا خلاص بيضم اشرف بن شرقي، فمش عايز صفقات محليه قوي، فالنادي الاهلي هو اكثر جديه في عبد الرحمن البنوبي بشكل كبير. اللاعب الثاني وهو النيجيري صديق جولا. صديق جولا 23 سنه، لاعب نادي سيراميك كليوباترا، كسر الدنيا الموسم ده، لعب 35 ماتش، سجل 12 هدف وصنع 11، ظهر بشكل ملفت بشكل كبير جدا. نادي الاهلي برده في احتياج ليه، ونادي الزمالك ايضا في احتياج ليه. فاللاعب محصور في العروض السعوديه، في عروض سعوديه، في عرض من الترجي التونسي وايضا النادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني نادي الزمالك داخل في اللاعب ده بجدية اكتر من النادي الاهلي لحاجة نادي الزمالك للعب، وايضا ان في جمال متيابة مشي من نادي الزمالك وده الوحيد اللي كان تحت السن، فنادي الزمالك بيسعى صديق أجولة اكتر من النادي الاهلي بشكل كبير. طبعا نادي الزمالك بينتظر فك القيد وحل هذه الامور، وهيكون في طبعا تبادل لعيبة بين نادي سيراميك كليوباترا ونادي الزمالك في قصة صديق أجولة. اللاعب الثالث وهو حديث الساعة بشكل كبير جدا في الكرة المصرية وهو عمر الساعي. عمر الساعي طبعا لاعب نادي الاسماعيلي والمنتخب الاولمبي، شفنا كلام كتير جدا على عمر الساعي. اللاعب ظهر بشكل اكتر من ممتاز، فرق جدا في بقاء نادي الاسماعيلي في الدوري بشكل كبير. نادي الاسماعيلي قالها كلمه واحده وهو مليون دولار كاش. نادي الاسماعيلي طالب مليون دولار كاش في عمر الساعي، واللي هيلبي الرغبه دي هيكون فائز بعمر الساعي. النادي الاهلي بيفكر ازاي؟ نادي الزمالك بيفكر ازاي؟ النادي الاهلي شايف ان مليون دولار في لعيب محلي كبيره بشكل كتير، وان يعني الفلوس تكون قليلة اكتر، مفيش بالدولار اصلا. هما النادي الاهلي شايف ان هو اللاعب يسوى 25-30 مليون جنيه، ومثلا صفقتين تبادليتين مع النادي الاسماعيلي وكان كده الامور تنتهي. يعني نادي الزمالك برضه هيخش في الصفقات التبادليه، ولكن النادي الاهلي اقرب في قصه عمر الساعي بشكل كبير لعلاقه كابتن محمود الخطيب ونصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي. اخيرا اللاعب الاخير اللي بيتفاوض عليه الاهلي والزمالك وهو لاعب في خط الدفاع هو محمد اسماعيل لاعب نادي زد. محمد اسماعيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي معجب بيه بشكل كبير جدا، عايزه بشكل كبير جدا. محمد عبد المنعم خرج، مفيش بديل لمحمد عبد المنعم محلي في مصر الا محمد اسماعيل من وجهه نظر كولر. ايضا جوزيه جوميز رشح اللاعب لاداره نادي الزمالك، وحسين لبيب معجب باللاعب جدا، فهنشوف الامور هتخلص ازاي في محمد اسماعيل والاربع صفقات اللي احنا ذكرنا لكم.